حدث كبير هنا في المملكة المتحدة بعد هذا الفوز الساحق لحزب العمال إلى حدود الساعة 411 نائبا برلمانيا فازوا في حزب العمال، فازوا بهذه الانتخابات من أصل 650، فيما حصل إلى حدود الساعة حزب المحافظين على 120 مقعدا. أما في الرتبة الثالثة إلى حدود اللحظة هو حزب ديمقراطيين الأحرار الذي كذلك صعد للمرتبة الثالثة بقوة وحصل إلى حدود الساعة على 71 مقعدا. نحن نتذكر أنه كان في الانتخابات الماضية حزب الديمقراطيين الأحرار الذي فقط ما بين 11 إلى 14 مقعدا، وبالتالي هذه الانتخابات السبة البارزة فيها هو السيطرة الكبيرة لحزب العمال والخسارة القوية لحزب المحافظين، أكبر خسارة يعرفها 32 إلى اليوم باسم ريشي سوناك الذي تزعم الحزب في هذه الانتخابات. النقطة الأخرى وهو الحزب اليمين المتطرف حزب الإصلاح الذي لم يتجاوز 4 مقاعد بعد أن كان قد أعطيت له إمكانية أن يكون الحزب الثالث في هذه الانتخابات، لكن فاز زعيمه نيجل فراج وبعد ذلك هناك كذلك 3 مقاعد معه، وبالتالي اليمين المتطرف لم يحقق مبتغاه وإن كان زعيمه قد دخل للبرلمان على الأقل بعدما فشل 7 مرات سابقة في الحصول على مقعد الانتخاب. النقطة الثالثة في هذه الانتخابات هو السقوط المدوي لزعماء ولسقوط حزب. نحن نتحدث عن وزراء الذين من المفروض أن يضمنوا مقاعدهم البرلمانية، يعني أكثر من 12 وزيرا من حكومة المحافظين فقدوا مقاعدهم البرلمانية، بمعنى أنهم لن يدخلوا حتى البرلمان في ما بعد، يعني في ما بعد تعيين بداية البرلمان وتعيين الملك اليوم لرئيس الوزراء الجديد كير ستارمر عن حزب العمال، وبذلك يبدأ كير ستارمر في يعني تشكيل حكومته، بمعنى أن حزب المحافظين فقد من برلمانيه حتى من كانوا يعني يستطيعون الحفاظ على مقاعدهم. الشعب البريطاني اليوم أعطى الرسالة واضحة للساسة بشكل عام وللمحافظين الذين أعطاهم الثقة عام 2019 بأغلبية أكثر من 80 مقعدا. اليوم يرسل رسالة واضحة الشعب البريطاني والناخب البريطاني مرة أخرى أن الثقة في الانتخابات هي يعني ليست ثقة مطلقة، وأن الأمر مرتبط بخدمات الشعب، هذه الخدمات التي تأثرت نتيجة الأزمة الاقتصادية، نتيجة كذلك ما يقع في القطاع الصحي، حالات الانتظار طويلة جدا، ارتفاع الغلاء والأسعار، كل هذا تراكم على حكومة المحافظين التي أدت من السياسي اليوم. أشكرك من أمام مجلس العموم في لندن محمد الفنيش مراسل الغد.